يا مرحبا يا مرحبا بكم مرة أخرى، نهاركم زين، نهاركم أسعد وأبهى وأحلى ليام. وللي مازلك قمتها ونقوله ما عنيش برشا من اللي بدينا، ما فاتكش جوست شوية موزيكا وشوية طبخات من عند الشيف أمين، لكن اللي بيش يجي توا بيش يكون أحسن وبيش يكون خير مما لا شك فيه. ضيفت اليوم رائدة من رائدات السينما في العالم العربي، إذا ما كان ما قلناش في العالم، وهي اسم كبير في العالم وفي عالم الفن السابع، يخبي وراه تجارب متعدة في الإخراج وفي الإنتاج. هي أول سيدة تخدم الإنتاج السينمائي في تونس، تاريخ حافل بالأفلام المهمة اللي تشارك في مهرجانات العالم وتحصد الجوائز الكبيرة والقيمة. يكفي أن ينقلكم رقصة النار والخرخاش والجيدة وغيرها من الأفلام الناجحة حتى تقولوا لي وي وي. سي مدام سلمى بكار، بونجور. اهلا وسهلا، محليها التقدير. عايشك. والكبير ربي هو على الكبير. بيان سور، مما لا شك فيه. سافا، مرحبا. يعيشك. شنو الحمام نلف؟ والله لاباس. انا مادامني في حمام نلف مادام لاباس، ولو الحقيقه ساعات فما حاجات ما عادش يفرحوا برشا في حمام نلف. بالنسبه لحمام نلف الحلوه اللي كنا نعرفوها انا وانت والشيف وكل وكذكريات الحلوه، اليوم فما حاجات هكايا يؤسفوا شويه وقت اللي تراهم كيما دار البي والجازين والسيرين. هك الاثار نتاعنا الكل اللي احنا ياسر فخورين به في حمام نلف، تشوفوا تعب، كي تشوف الكلوب سبورتيف دم مليف، انا اللي ما نفهم شيء في الكوره زاد تعب. والبحر. والبحر تعب. والله خير شويه البحر، هو كي تجي تشوفها سنين راهو خير شويه، خاطر نظفوه وكالكورنيش بدات تتريقل وكل. اما ماذا بينا المعالم الاخرى كيما الجازين وكيما سختو دار البي، انا كي نتعدى قلبي يوجعني عليها. والكازينو مسكر دوبي اي كل شيء. دونك انا كبنت حمام نلف شاهيه اني نعمل فيلم في حمام نلف، وش خاص شيء نعمل مسلسل في حمام نلف، اي حاجه في حمام نلف. دونك انا ما نجمش معناتها توا قدامي مخرجه بنت حمام نلف وما نطلبش حتى طلب هذا. والله هو الطلب هذا الحقيقه قصورنا شويه تحت ساقينا صديقنا وزميلنا فريد بوغدير، خاطر كان عنده هو مشروع كبير باش يعمل فيلم عظيم ياسر على الفتره نتاع الحرب العالميه الثانيه وقت اللي كان منصف بي في حملن، وحاجه حلوه ياسر وكل. انا واحده من الناس قلت مادام فريد باش يعمل الفيلم خلي فريد يعمله ونشوف كيفاش نتعاون. مع الاسف ما نعرفش علاش المشروع ما وصلش وما ما تحققش معنا. نتا من عارف كان مازال في مشاريع فريد ولا لا. ان شاء الله نخمو على حاجه اخرى، ربي يعطينا القوه والحاجه اللي انا نقولها لك من بعد ما نجمش نقولوها في التلفزه توا. دونك من بعد كان نعطيك الافكار اللي نجموا نركزوا عليهم ونعملوا بهم حاجه مزيانه برشا، ولو انه شكوني انا باش نقوم نعطي الافكار للمخرجة العظيمه السيده سلمى سلمى بكار. مي هيت خنمشيو في المعاصر ونخليو التاريخ لسي فريد بوغدي. فوالا. دونك اتهموك برشا معناتها في مؤخرا انه خايفه على تمويلاتك وعلى تمويلات الاعمال السينمائيه نتاعك، بعد ما صرحت انك انت معناتها مع ضد مقاطعه فرنسا. أنا مش خايفة على إنتاجاتي، هذوما حاجتين مختلفين ما عندهم حتى علاقة. أي أي. أنا إنتاجاتي الناس كل تعرف اللي الإنتاجات متاعي تونسية بحت. أنا معناتها يمكن من السينمائيين الأقليين في تونس، خاطر الجيل متاعي يمكن هذاك اللي عمري ما مشيت في إنتاج مشترك مع فرنسا، واللي هذا اللي يسخينوني قاعدة ندافع على مصالحي يبنيوا عليها هذه الحكاية، خاطر مشاريعي ديما نعمل إنتاج مشترك مع الجزائر ولا مع المغرب. والجيد عملته وحدي في تونس، تونس تونسي، معناتها ما عندي حتى مصلحة مع الفرنسيس. ولكن أنا ندافع على حاجة اللي أنا مؤمنة بها واللي أنا تربيت فيها وثقفت بها. أنا ساعة معناتها التكويني فرانكوفوني، متشبعة من الثقافة الفرنسوية، وهذايا أنا نعتز به، خاطر احنا وقت اللي نبداو نفكروا على معناتها فرنسا كيفاش احتلت تونس وكل، فما بيان سور برشا برشا حاجات خايبين صاروا في تونس واحنا قمنا ضدهم، والأجيال اللي قبلنا بيتنا قاموا ضدهم. وانا تربيت مع في اسره كانت مناضله وكل، دونك نعرف شنو معناه الاستعمار.
فهمت؟ ولكن بعد الاستعمار فما مكاسب خلتهمنا فرنسا، لازمنا احنا يكون عندنا جزء كافي من الذكاء باش نعرفوا نستغلوهم بصفه ايجابيه، لانه اليوم العالم لازم يكون منفتح على بعضه، مش احنا باسم الهويه العربيه الاسلاميه نسكروا على روحنا. وانا هذه حاجه دفعت عليها داخل الدستور بالنسبه للفصل 38 اللي يقرب معناتها التبادل ما بين اللغه والثقافات والحضارات، وهذه حاجة هامة ياسر ليا. ولهذا أنا اليوم بيان سور أنا ضد القطيعة مع فرنسا، كما ضد مع أي بلاد أخرى اللي تنجم تجيب لنا أفكار متاع تحذر ومتاع انفتاح وكل، مش على خاطر فما ناس اليوم متطرفين وقاعدين يستغلوا ويعطيوا في صورة سيئة على الإسلام. ما هوش الإسلام اللي احنا تربينا فيه، الإسلام متاع الأخوة والتسامح والعدل هذيك الكل، واللي ما تقتلش خوك وما توجعش خوك وطلب السماح واقسم مع القليل وحن على الناس اللي حاشتهم بيك، هذيك هما مبادئ الإسلام اللي احنا معتزين بهم ونعرفهم. هل الأفكار الجديدة اللي تسلطت علينا اليوم متاع اذبح واقتل كل واحد اللي ماهوش موافقك في دينك ولا في افكارك، هذوما افكار ما تربيناش عليهم، ولهذا انا ضدهم وضد كل فكره اللي تتولد منهم هما بما فيهم قطيعه مع فرنسا على خاطر ماكرون قال هكا وماكرون وما قالش. انا ماكرون في حد ذاته ما يهمنيش، اللي يهمني هو الشعب الفرنسي، اللي يهمني هي الثقافة الفرنسية، هو التبادل اللي استنسنا به مع فرنسا في معناتها ميادين عديدة. جستما مدام سلمى، سؤال وليد اللحظة ما عنده حتى علاقة بالأسئلة اللي موجودة قدامي توا، لكن ما نجمش ما نسألوش علاش، على خاطر نعرفوا اللي السياسة قادرة فوالا، وأنت فنانة في أصلك فنانة، كيفاش نجمت تدخل المعترك السياسي؟ كيفاش نجمت تقاومك الشيء ذاك؟ والله انا بدي راه السؤال سالته روحي برشا مرات، وامري قبل الثوره كان حد جاي قال لي راه نهار باش تدخل في حزب وراك باش تمشي لمجلس نواب الشعب، راني ضحكت عليه. الظروف اللي صارت، وانه في كل هاجس اللي جانا لكل وقت الثوره والعباد الكل، كل واحد منا حب يعمل حاجه باش يساهم. انا معناتها كمتثقفه ولا كمراه متاع ثقافه كسينمائيه، حبيت نساهم في كتابة الدستور، ومشيت باش نكتب الدستور كاني باش نكتب سيناريو، معناتها هو شنو السيناريو؟ باش نعطي وجهة نظر متاعي كيفاش أنا نحب المجتمع متاعي والمجتمع اللي باش يكملوا يعيشوا فيه أولادي وأولاد أولادي، كيفاش ماذا بيا يكون حلمه. هي راهو الدستور راهو حلمه كيما مشروع ثقافي وسينمائي وفني. قلت باش نمشي نساهم، رشحت روحي، نجحت، لقيت روحي في المجلس التأسيسي ماشية باش نكتب بدستور على عام، لقيت روحي 3 سنين وليت نشرع في القوانين، وهنا هذايا ما كنتش موافقة عليه. أنا وعديد عدد كبير من النواب ما جيناش فك الفترة هذيك باش نشرعوا ولا باش نحكموا في البلاد، جينا باش نكتبوا الدستور. لقينا رواحنا قدام ناس متاع الترويكا يحبوا يمارسوا الحكم ويحبوا يقعدوا أكثر ما وقت ممكن، وحبوا يحطوا، احنا نحبوا بصمتنا في الدستور، هم حبوا يحطوا بصمتهم في القوانين وفي الحكم. افراد بالدوله وبالدستور هذاك. دونك اعمال كبيره وكثيره، وانا خدمت فيهم منهم شويه الاعمال هذوما، مما لا شك فيه مسيره طويله للمخرجه والسينمائيه الفنانه سلمى بكار. حاولنا نلخصوا في البورتري هذايا الخاص بسلمى بكار من اعداد مريم الحضري. يقولوا إحدى رائدات السينما النسائية في العالم العربي، وهي من أهم المدافعين على الحريات ونائبة سابقة في المجلس الوطني التأسيسي. نحكيوا اليوم على سلمى بكار، هي مخرجة سينمائية تونسية تخرجت من المعهد الفرنسي للسينما عام 1970. أخرجت العديد من الأشرطة القصيرة والطويلة وحتى الوثائقية، أفكارها متحرة وشفناها في أكثر من مناسبة مناصرة لقضايا المرأة، على غرار فيلم فاطمة 75 عام 1976 ورقصة النار اللي قدمت فيه السيرة الذاتية للرقصة التونسية اليهودية حبيبة مسيكا. خشخاش
ثورة المرأة على كل أشكال الاضطهاد والإذلال، من غير ما ننساو الجيدة وحكاية النساء في دار جويد عام 2017. عام 1990 أسست شركة للإنتاج الخاص تحت عنوان انترميديا برودكسيون، وهكا تكون هي أول مخرجة تونسية تدخل العالم الإنتاج وتقدم أكثر من فيلم نذكره، من بينهم الززوات المحمد العقبي، عبور المحمود بن محمود، السامة والنعورة المحمد لطيف بن عمار. ضيفتنا قدمت أعمال متعددة للتلفزيون التونسي، من غير ما ننساو سيتكم فرحة العمر اللي لقى نجاح كبير عام 2003. من الفن السابع والكاميرا واستوديوهات التصوير إلى نقطة نظام ومداولات تحت قبة البرلمان، هي اللي ترشحت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي بين 2011 و2012 عن القطب الديمقراطي الحداثي، وعام 2019 قدمت استقالتها من جميع هياكل المسار الاجتماعي الديمقراطي، وبعدها بأسابيع أعلنت انضمامها الحزب تحيا تونس. سلمى بكار تاريخ حافل بإنتاجات مهمة وتكريمات وجوائز من تونس وخارج تونس، ومشوار فني دام أكثر من 45 سنة من العطاء.